ولا أكثرهم أموالا ولا أكثرهم فراغا، ولكنهم يملأ الله قلوبهم حماسا لهذا الدين واستقامة عليه، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ويزيدهم بفضله. ونحن موقنون بإذن الله أن فضيلة شيخنا شيخ المسجد الأقصى الشيخ رائد صلاح من هؤلاء الذين أكرمهم الله بأن أقام بهم الحجة على عباده وجعلهم حجة لله على خلقه، فقد جاء الله به في وقت هذه الأمة في أمس الحاجة إلى أمثاله من الرجال الأبطال الذين يصدقون في القول ويثبتون على المواقف ويستقيمون عندما تميل السفينة بأهلها. فالشيخ رائد وإخوانه قديما في الحركة الإسلامية في 48 وفقهم الله سبحانه وتعالى للمنهج الوسطي المعتدل الذي لا وكس فيه ولا شطط، وليس فيه تطرف ولا إفراط، وليس فيه تنازل ولا ميوعة، فهو علم وعمل وجهاد ومرابطة وخدمة للمجتمع ومصداقية. وهذه الأمور لا ترتبط بالمؤسسات ولا بالاعتراف، حتى لو حلت الحركة فإنها تبقى مشروعا قائما بذاته في علمه وفي تعلمه وتعليمه وفي دعوته وفي جهاده ورباطه وفي بذله للمجتمع وفي حفاظه على المقدسات ودفاعه عن عقيدة الإسلام والمسلمين. وهذا ما عرفناه في شيوخنا الكرام، في شيخ المسجد الأقصى الشيخ رائد صلاح، وفي شيخنا الذي أرى وجهه أمامي في الشاشة الآن الشيخ كمال الخطيب حفظه الله ووفقه، وفي إخوانهما. وأذكر أخانا الشهيد في الأسبوع الماضي الشيخ محمد شيخ يافا رحمة الله عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبه في الشهداء الشافعين المشفعين يوم القيامة. وتعزيتي فيه لإخواني جميعا ولأهله وللمرابطين والمجاهدين وللمسجد الأقصى، وهو أكبر أسير في هذه الأمة.